حضرتك قول لي تقييمك للكوفيد العادي، معلش يعني خلي الأوميكرون لوقت الأوميكرون من أول السنة لغاية دلوقتي، التعامل مع الكوفيد ورصد وزارة التربية والتعليم للمدارس، الأمور ماشية إزاي؟ لا والله العام الدراسي ماشي منتظم من أول يوم، والشكر طبعا موصول لوزارة الصحة ولكل مديريات التربية والتعليم على الأرض ولأصحاب المدارس اللي بيلتزموا بالضوابط الاحترازية اللي احنا أيدينها، سواء في إغلاق فصول لو اقتضى الأمر، وإحنا يعني عملنا 98% من السادة المعلمين والإدريين تم تلقيحهم فعلا، وماشيين دلوقتي في تلقيح اللي هم في إعطاء اللقاح لمن هم بين 15 و19، وبالتعاون مع وزارة الصحة هنعمل جدول للمدارس تذهب بأوتوبيسات للمقر التطعيمي يطعموا كلهم ويرجعوا، علشان نضمن أكبر عدد منهم تلقى تطعيم فايزر بإذن الله في الأيام القليلة القادمة. فحضرتك شايف المدارس يعني مفيش إغلاقات، مفيش مشاكل، الدراسة مستمرة، يعني مفيش أي حاجة توقف العملية الدراسية، داخلين امتحاناتنا عادي، كله ماشي كويس؟ والله لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها ده الوضع فعلا، ومفروض كلنا نشتغل على أساس إن إحنا بنحضر لامتحانات الشهر، زي رابعة ابتدائي عندهم امتحانات 5 ديسمبر، وقريب قوي هنعلن مواعيد امتحانات الترم بتاعة كل السنوات بما في ذلك أولى وتانية ثانوي، ونحاول كلنا نوصل لده، لأن إحنا لسه في الترم الأولاني، لسه ما كملناش حتى يعني تلت السنة، فنتمنى إن ما يبقاش فيه داعي طبي لأي نوع من الإغلاق، بإذن الله تكتمل العام الدراسي يعني، ويكفينا ما فقد قبل كده.